السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج الشارقه تحاور الاخر، في هذه الحلقه نتحدث عن اهتمام اماره الشارقه المباشر بالاتصال والتواصل مع الجمهور، سواء كان هذا الجمهور داخليا ام خارجيا، فاطلقت الشارقه في عام 2012 منتداها الدولي للاتصال الحكومي. دعونا نتحدث عن هذا المنتدى وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، نرحب في هذه الاثناء بالاستاذه جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي بالشارقه، مرحبا بك استاذه جواهر. اهلا وسهلا حياك الله، حياكي. كذلك مشاهدينا الكرام سوف يكون معنا في اطار هذه الحلقه عدد من الضيوف عبر تقنيه الاتصال المرئي، في البدايه دعونا نتابع هذا التقرير بعده نبدا حوارنا. للارتقاء صناعه، وللحضاره شعوب اتخذت من الانفتاح والحوار لغه وابجديه تجمعها على كلمه التنميه والبناء، من هنا كان المنتدى الدولي للاتصال الحكومي احدى المبادرات التي ينظمها المكتب الاعلامي لحكومه الشارقه بشكل سنوي، ويعد التجمع الاكبر في المنطقه لمناقشه افضل الممارسات العالميه في الاتصال الحكومي. منذ انطلاقته الأولى عام 2012 أسهم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بفضل الرؤى الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إبراز أهمية الاتصال باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وفق قواعد مهنية ومعايير واضحة وشفافة وبأساليب ووسائل متطورة توافق روح العصر، ما حقق العديد من المخرجات التي عززت منظومة الاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال مسيرته المتواصلة نجح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في ترسيخ مكانته كملتقى دولي رئيس يناقش الاتصال الحكومي وعلاقته بمختلف اتجاهات التنمية الشاملة. عبر استضافه نخبه من الخبراء والمتحدثين الذين يعرضون تجاربهم في هذا المجال ويقدمون رؤاهم حول كيفيه الارتقاء بالاتصال الحكومي وزياده كفاءته في مواجهه التحديات التي يواجهها العالم في الحاضر والمستقبل كما تمكن المنتدى عبر سنواته الماضيه من تحقيق انجازات هامه كان منها اطلاق جائزه الشارقه للاتصال الحكومي وانشاء اللجنه الاكاديميه للمنتدى بالاضافه الى اعداد البرامج التدريبيه المختلفه من قبل خبراء دوليين للجهات المعنيه في قطاع الاتصال الحكومي في اماره الشارقه وتشجيع الطلاب الجامعيين على التخصص في المجالات المرتبطه بهذا القطاع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقه حدث استثنائي يسعى الى بناء منظومه فكريه جديده بما يسهم في تحقيق الرفاهيه للافراد والمؤسسات ويعكس تجربه الاماره في الاتصال الحكومي ويعزز مكانتها محليا وعربيا وعالميا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اذا استاذه جواهر المنتدى الشارقه الاتصال الحكومي، المنتدى الدولي الاتصال الحكومي، هذا المنتدى المتميز والذي يعني يكون له صدى كبير حقيقه في اثناء اقامه هذا المنتدى، خاصه مع الاسماء اللامعه والكبيره التي تحضر هذا المنتدى ليس فقط من الاوساط العربيه بل من الاوساط العالميه. فكرة إنشاء هذا المنتدى كيف جاءت ولماذا انطلقت وبدات الدعوات من خلال انشاء هذا المنتدى بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لكم هذه الاستضافة وإن شاء الله يعني يكون قد نعطي فكرة عامة منذ يعني عن تأسيس المنتدى الدولي للاتصال الحكومي حتى هذا اليوم فكرة المنتدى الدولة اتصال الحكومي جاءت من الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ومتابعته الحثيثة لهموم الناس ومشاكل الناس عبر برنامج الخط المباشر فمنذ تأسيس المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الشارقة كانت هناك متابعة حريصة من المكتب لما يقدمه وما يطرحه سمو الحاكم والمتابعات أيضا يقدمها للجمهور و افراد المجتمع نعم. فجاءت فكره المنتدى لان يكون هناك منتدى يحاور الطرف الاخر من من افراد المجتمع من الحكومه والجمهور او من الجمهور الى الحكومه وايضا من من التواصل الحكومي ايضا مع وسائل الاعلام. جميل. من هنا جاءت فكره انطلاق المنتدى للاتصال الحكومي، كان يقتصر في البدايه على تحسين ممارسات الاتصال الحكومي وتعزيز وترسيخ هذه المفاهيم نعم. بين افراد المجتمع وايضا المؤسسات الحكوميه. جميل جدا، عندما نتحدث عن المنتدى هو لا يقتصر فقط على نموذج الشارقة وعرض تجربتها في التواصل الحكومي وإنما حتى استقطاب أفكار وتجارب ربما عربية وعالمية في في هذا الجانب هل تجدين أستاذة يعني أستاذ جوار أن هناك بالفعل مشكلة قد تواجه أحيانا يعني الحكومات أو الجهات الحكومية في التواصل مع الجمهور من خلال ما يحدث من تطورات كثيرة في مجال وتقنية التواصل إذا ما نتحدث عن السوشيال ميديا وقنوات التواصل نعم. الحديثة نعم طبعا يعني البيت البيت لابد أن تكون له استراتيجية فلابد من وضع استراتيجية ثابتة ومحددة وواضحة تتسم بالشفافية سواء مع سكان البيت وخارج البيت نعم. فدولة الإمارات ربما كانت السباقة في هذه التجارب الحمد لله وهناك أيضا تجارب متميزة على مستوى العالم، عملنا على استقطابها من خلال المنصه بحيث انها تصبح هذه المنصه منصه عالميه لاستقطاب هذه الممارسات تمام. ليس فقط لاستقطابها وانما للتعلم منها والاستفاده من تلك الخبرات وتطبيقها على بعض المؤسسات سواء اذا كانت داخل الدوله او خارج الدوله، فكل من يحضر هذا المنتدى الدولي الاتصال الحكومي بشكل سنوي يستفيد بالعديد من التجارب والخبرات وايضا يعمل المنتدى الان بدوره اصبح مركزا دوليا للاتصال الحكومي يعمل على دراسه تلك التجارب ليستفيد منها ايضا طلبه الجامعات لاستقبال ان شاء الله مناصبهم في السنوات المستقبليه باذن الله. ممتاز ممتاز بكل تاكيد يعني المكتب الاعلامي لحكومه الشارقه عندما يعني بادر باقامه هذا المنتدى كانت لديه اهداف لانشاء هذا المنتدى والان نحن نتحدث عن اكثر من ثمان سنوات او نعم. ثماني سنوات لهذا المنتدى وضعتم اهداف لهذا المنتدى، ما هي هذه الاهداف؟ وبعد ذلك نتحدث هل بالفعل استطعتم أن تحققوا جزء أو أو إذا نستطيع أن نقول جانب من هذه الاهداف؟ اكيد بلا شك يعني الحمد لله وضعنا اهدافنا منذ بدايه انطلاق منصه المنتدى بان نكمل رساله الشارقه الثقافيه وان تصبح ايضا هناك منصه اولى والاولى من نوعها بمجال الاتصال الحكومي، عملنا استقطاب هذه الممارسات وايضا انشانا مركزا دوليا للاتصال الحكومي، هذا احد الاهداف اللي تم تأس يعني تم التطلع اليه من خلال سنوات انطلاق المنتدى في سنوات الاولى والحمد لله عملنا على تاسيس مركز دولي للاتصال الحكومي الذي بدوره يجمع الخبرات والدراسات والبحوث وبرامج التدريب المكثفه في مجال الاتصال الحكومي لكي يكون مرجعا اساسيا والاول من نوعه على مستوى العالم لتعمل الفائده لجميع من يرغب في تحسين مثلا جوانب معينه في مجال الاتصال الحكومي ممتاز عفهم. جدا يعني نحن الحمد لله في اماره الشارقه ذكرتي مثال ربما وهو تواصل صاحب السمو حاكم الشارقه مع مواطني ومقيمي اماره الشارقه من خلال ربما وسائل الاعلام ومن اهمها التلفزيون وبرنامج الخط <applause> المباشر، لكن هناك ايضا لدينا قنوات مختلفه توجد في في اماره الشارقه مثل الدوائر الحكوميه، التواصل مع المجلس الاستشاري، المجالس البلديه، كل هذه قنوات للتواصل صنعها صاحب السمو حاكم الشارقه. <applause> لكن نتحدث عن دور المنتدى في تطوير هذه القنوات هل هناك ايضا توصيات خرجتم بها وبالتالي اضافت لحكومه الشارقه جانب جديد من عمليه التواصل مع الجمهور؟ الحمد لله يعني في كل دوره من دورات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نخرج بالعديد من التوصيات، هذه التوصيات يتم يعني تم دراستها ونرى ما ممكن ان يتم تنفيذه على ارض اماره الشارقه وايضا الاستفاده على مستوى دوله الامارات او حتى المؤسسات خارج الدوله يستفيدون منها. عملنا على تاسيس من كانت التوصيات اللي تم تطبيقها جائزه الشرق للاتصال الحكومي، هذه نعم. الجائزه بدورها جائزه إذا ايضا نوعية بحيث تستقطب افضل الممارسات في الاتصال الحكومي، نحن لا نبحث عن الممارسات وانما نبحث عن المتميز من الممارسات نعم. نبحث عن الجانب المتميز في تلك الممارسات لحتى يتم توثيقها وتعم الفائدة ايضا وتطبيقها في اماكن اخرى. ايضا من التوصيات التي خرجنا بها من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ش... عفوا تأسيس شبكة للاتصال الحكومي هذه لتضم افراد من كافة المؤسسات الحكومية في امارة الشارقة نعم. للاجتماع بشكل دوري لمناقشة قضايا معينة لمناقشة او لحل امور معينة او لطرح بعض الافكار والمبادرات التي تخص جانب الاتصال الحكومي. نعم وايضا المركز الدولي للاتصال الحكومي، مركز متخصص بالابحاث والدراسات وايضا برامج والتدريب وايضا العلاقات الدولية بما يخص جانب الاتصال الحكومي. هذا المركز موجود حاليا؟ نعم يشرف عليه المكتب الاعلامي لحكومة امارة الشارقة، ايضا تغيير مسميات ادارات الاعلام الى ادارات الاتصال الحكومي في إمارة الشارجة جميل جميل وأيضا العديد من المبادرات التي نسعى حاليا لتطبيقها وبإذن الله يعني تكون يعني مبادرات متميزة وفعالة إن شاء الله لأفراد المجتمع وأيضا العاملين في قطاع الاتصال الحكومي والدارسين أيضا في هذا المجال ممتاز قدرتوا بالفعل يعني من خلال هذه التوصيات أن تعملون بعض البرامج والفعاليات وهناك دعم كبير يبدو انكم يعني تحصلون عليه من قبل صاحب السمو حاكم الشارقه وحتى من المجلس التنفيذي برئاسه سمو ولي العهد نفسك. لو تحدثينا عن هذا المركز المرتبط بالتدريب انشطتكم في أستاذة جواهر المركز الدولي للاتصال الحكومي اصبح هو اساسي يعني في موضوع الاتصال الحكومي متخصص في مجال الاتصال الحكومي لعده اقسام منها قسم البرامج الاكاديميه وقسم التدريب اطلقنا من خلال دبلوم الاتصال الحكومي تم اطلاقه وتخريج اول دفعه السنه الماضيه جميل. الحمد لله وان شاء الله نتطلع الى طرح الدفعه الثانيه ان شاء الله او البرنامج البرنامج بنسخته الثانيه ان شاء الله في السنوات القادمه بالشراكه مع الجامعات المحليه لاماره الشارقه ايضا من خلال هذا المركز نعمل على عدد من من البحوث والدراسات بما تتعلق في مجال الاتصال الحكومي الحمد لله عندنا دراسات اللي هي قيد الانشاء حاليا منها دراسه واقع الاتصال الحكومي على مستوى دوله الامارات ان شاء الله نعم. ايضا هناك اصدارات مجموعه من الاصدارات والكتب المتعلقه بمجال الاتصال الحكومي عندنا اصدارات تم الانتهاء منها الحمد لله في اصدارات قاعدين نشتغل عليها من الاصدارات اللي تم الانتهاء منها الاتصال الحكومي دراسات وممارسات انت توثيق انت. الممارسات الفائزه في جائزه الاتصال الحكومي الحكومي. ايضا دليل ل دليل مهني في الاتصال الحكومي وايضا باحثون هذا الباحثون هذا الاصدار كان خاص في طلبه الجامعات وطلبه الدراسات العليا وايضا اساتذه الاعلام لهم جانب في هذا في هذا في هذا الاصدار بحيث عملنا على رصد الممارسات او الدراسات او اوراق العمل الذي يعملون من خلالها في فتره دراستهم وتقديمها أيضا تكون ايضا مشاريع ان شاء الله مستقبل. قبلية. وايضا العديد من الاصدارات قاعدين نشتغل عليها وبالاضافه الى تاسيس عدد من الشراكات التي تخدم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وايضا جائزه الشرق للاتصال الحكومي ممتاز ممتاز جدا انا حقيقه اريد ان استفسر حول بعض التفاصيل الخاصه من تستقطبون في في عمليه التدريب واصدار مثل هذه الاصدارات المرتبطه لكن اذا المرتبطه بالاتصال بكل تاكيد لكن اذا تسمحي لي استاذه جواهر بعد هذا الفاصل القصير فاصل وبعده نواصل اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام نعود لك يا استاذ جواهر النقبي استاذ جواهر بن يعني كنت قد طرحت تساؤل قبل قبل الفاصل بخصوص من تستهدفون في هذه البرامج التدريبيه والاصدارات هل فقط المستهدفين هنا الدوائر والمؤسسات الحكوميه على مستوى اماره الشارقه ام خرجتم على اطار الامارات او حتى على المستوى العالمي الحمد لله يعني احنا يمكن من ثالث دوره من انطلاق المنتدى للمستوى العالمي بدانا نستقبل العديد من الاتصالات والاستفسارات حول اوراق العمل المطروحه في المنتدى او برامج التدريب ايضا التي تعقد خلال فترات المنتدى. نعم. ففكره تاسيس المركز جاءت بناء على هاي ايضا الامور او تبعات لتلك التوصيات او تلك الاستفسارات التي كانت يعني يرغب بها الجمهور. جمهورنا يعني بحقيقه الامر كان في بدايه الامر منذ انطلاق المنتدى كان يقتصر على موظفي في حكومة إمارة الشارقة العاملين في قطاع الاتصال الحكومي أو إدارات الإعلام اليوم نحن جمهورنا أصبح متنوع ويعني لأن الاتصال الحكومي ليس فقط مقتصر فقط على الجهات الحكومية إنما نعم. أيضا أفراد المجتمع لك أنت دور كفرد من أفراد المجتمع في إيصال الرسالة الحكومية وأيضا صياغة الرسالة الحكومية كجهات خاصة أيضا لهم لهم الدور في مساهمة في المساهمة لإيصال رسالة الاتصال الحكومي نعم. وأيضا وأيضا طالب الـ الـ الإعلام أو طالب الاتصال الحكومي له الدور أيضا في إيصال هذه الرسالة الأستاذ الدكتور حتى الطفل يعني إحنا لو تلاحظ في المنتدى أشركنا المرأة أشركنا الطفل أشركنا العديد من أفراد المجتمع ليكونوا على جاهزية لإرسال هذه الرسائل فجمهورنا يعني بحقيقة الأمر متنوع ومتعدد فهناك برامج متخصصة لطلبة، للطلبة هناك برامج متخصصة لموظفي الاتصال الحكومي هناك أيضا برامج متخصصة لافراد المجتمع وهناك ايضا للشباب, للشباب لهم دور كبير صراحه احنا يعني خاصه في دورات المنتدى نتيح لهم مساحه كبيره لطرح افكارهم وارائهم والجمهور لا يقتصر فقط على اماره الشارقه وانما جمهور عالمي يعني الحمد لله احنا بدينا نستقبل اتصالات من خارج الدوله ايضا للاستفاده من الدراسات والممارسات الموجوده اللي نستقطبها سنويا في منصه المنتدى او التي نعمل عليها من خلال المركز الدولي الصالح الحكومي جميل جدا اكيد المنتدى يعني من بدايته من 2012 الى ما وصلنا اليه الان ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الدوره القادمه في 2021 لكن استاذه جواهر ما شاء الله يعني نجد ان نجوميه هذا المنتدى وصداه حقيقه على مستوى وسائل الاعلام تكبر وكثيرا ما نجد اسماء كبيره ليس فقط على المستوى المحلي تشارك في في هذا المنتدى يعني كان من الولايات المتحده من اوروبا من اقصى الشرق او الغرب يحضرون ويشاركون بتجاربهم هناك وزراء هناك ايضا رؤساء فالمناصب ايضا حتى التي تحضر هذا المنتدى مناصب كبيره ما هي استراتيجيتكم حقيقه في اختيار الاسماء التي تشارك في هذا المنتدى وايضا تعطي تجربتها في اماره الشارقه يعني احنا في دورات المنتدى دائما يعني ما يعني نركز عليه الكلمات التي تطرح من قبل المشاركين نعم. بعد انتهاء الدورات نعمل على دراسه تلك الكلمات يعني بداية حقيقة الأمر ندرس كلمة صاحب السمو حاكم إمارة شرق حفظه الله دائما ما يركز على الاتصال العمومي يعني في دورات المنتدى في طرحه للكلمات يتفضل فيها يركز على الاتصال العمومي بدانا نبحث عن جوانب مختلفه في الاتصال الحكومي دائما الاسماء المشاركه في المنتدى ترتبط على المحتوى لا نعم. نرتبط على الاسم او المنصب هذا الشخص وانما يرتبط على المحتوى الذي سيقدم نعم. التجربه المستفاده ما سيقدمها هذا المتحدث لافراد المجتمع من خلال خبراته ما هي الانجازات التي حققها وتم فعلا الاستفاده منها وتم يعني لاقت اقبال يعني سواء في داخل الدوله او خارج الدوله فنحن نعمل على استقطابات استقطاب هذه الممارسات المتميزه بحيث انها تكون ايضا مفيده ايضا للحاضر اللي راح يعني يجلس ويحضر معنا مع فعاليات المنتدى نعم. دائما الشخصيات ترتبط بالموضوع ليس بالاسم انما بالموضوع والمحتوى الخاص في فعاليات المنتدى جميل جدا في هذه السنه ان شاء الله بنشوف اسماء كبيره ايضا إن شاء الله. في, في في المجال السياسي في المجال الاقتصادي ربما ايا كان النشاط ان شاء الله ان شاء الله احنا دائما نركز على يعني الوقت الحالي يعني دائما نكون يعني موجودين في الحدث ما ما يطرحه الوقت الراهن نعم. فنبحث في المواضيع التي يعني تشغل افراد المجتمع تشغل وسائل الاعلام ايضا تشغل الجهات الحكوميه والجهات الخاصه نبحث من خلال هذه المواضيع ليتم استقطاب المتحدثين للحديث في هذه الامر طيب استاذه جواهر اذا تسمحي لنا في هذه الاثناء نشرك معنا عبر تقنيه الاتصال المرئي وهو معنا الان معالي الوزير اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام بجمهوريه مصر العربيه مرحبا بك معالي الوزير في برنامج الشارقه تحاور الاخر شرف لنا مشاركتك معالي الوزير ما اهميه في رايك منتدى الشارقه الدولي للاتصال الحكومي اذا ما تحدثنا عنه كتجربه رائده على المستوى العربي والعالمي ايضا بشكر لكم دعوتي للتحدث في منتدى الشرق للاتصال الحكومي للمره الثانيه على التوالي الحقيقه ان منتدى الاتصال الحكومي بالشرقه هو تجربه رائده تتيح لقاده الراي والحكومات في المنطقه الاطلاع على احدث الممارسات المهنيه في الاداء الحكومي وتعزيز وتطوير اساليب التواصل بين الحكومات والشعوب هو أمر في غاية الأهمية خاصة في وقتنا الحالي الذي تتعدد فيه مصادر المعلومات وتنتشر فيه الشائعات التي تؤثر على وصول المعلومات الصحيحة للشعوب، لذلك من المهم البحث عن وسائل تواصل أكثر فاعلية. المنتدى الحقيقة خلال دوراته التسعة الماضية ساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على مختلف التجارب في العالم وكان مواكبا للتطورات المتلاحقه واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاتصال وتحقيق الرخاء للشعوب والمجتمعات كما ركز في دوراته على اهميه مشاركه الشباب من خلال فكره الكرسي الاخضر التي انطلقت في دورته الثانيه من خلال تخصيص مقعد لطلبه الجامعات والكليات الحكوميه لمتابعه جلسات المنتدى وتقديم رؤيتهم كممثلين للمجتمع وقد شاركت في هذا المنتدى العام الماضي. نعم. طيب معالي الوزير يعني من خلال مشاركتكم السابقه في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، كيف تقيم حقيقه هذه التجربه؟ وما فيها من مخرجات حقيقه ومشاركات في في رفض قنوات التواصل الحكومي ليس فقط على المستوى المحلي هنا في دوله الامارات وانما على المستوى العربي والعالمي برايك وجهه نظرك في هذا الجانب مع الوزير الحقيقه انه تجربه الشرقة في تعزيز مفاهيم الاتصال الحكومي وتطبيقاتها هي تجربه مميزه اولا لانها اخذت بزمام المبادره لاطلاق هذا المنتدى لتطوير اداء الاتصال الحكومي في المنطقه وثانيا أيضا بتنفيذها لتوصيات التي خرجت من المنتدى على مدى السنوات التسع الماضية ولعل أهمها إطلاق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشرق كان ذلك طبعا في الدورة السادسة من المنتدى عام 17 أطلق كمؤسسة علمية وبحثية تشكل مرجعيه في احدث اليات الاتصال الحكومي محليا وعالميا. ذلك ايضا بالاضافه الى اهتمام الشارقه بتطوير اساليب الاتصال الحكومي والاهتمام بالانسان باعتباره المكون الرئيسي في عمليه الاتصال من خلال دراسه السلوك البشري وعمل برامج التوعيه لتغيير السلوك وبناء الثقافه بالتعاون مع شركاء التنميه في المجتمع. نلمس طبعا نتائج هذه الجهود حاليا في تصنيف دوله الامارات العربيه المتحده في المرتبه الاولى عربيا في مؤشر السعاده العالمي. نتمنى ان شاء الله في العام القادم ان هذا المنتدى يعقد في موعده الطبيعي بحضور الجميع باذن الله. نقدم لك معالي الوزير جزيل الشكر على هذا هذه المشاركه وهذا الحوار معالي الوزير اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام بجمهوريه مصر العربيه شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام نخرج الى فاصل قصير بعده نكمل حوارنا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام انا حقيقه يعني اريد ان اعرف بناء على ربما تواصلكم المباشر مع هؤلاء الضيوف بشكل سنوي ودوري خاصه عندما يكون مستوى الضيوف من الشرق او من الغرب او حتى يعني شاهدنا من امريكا اللاتينيه من افريقيا عندما يحضرون الى الى اماره الشرق ويشاهدون هذا النموذج في اماره الشارقه اريد ان اعرف رده فعلهم مدى مدى رؤيتهم للواقع في اماره الشارقه كيف تجدين ارائهم في هذا المستوى يعني لا أخفيك أمرا يعني حقيقة ولا أبالغ في كلامي أن الكثير أغلب المتشاركين ينبهرون في إمارة الشارقة وفكر إمارة الشارقة والمستوى الثقافي التي يعني 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 بأحضان إمارة الشارقة إحنا يعني لو لو يعني لا أخفيك سرا إحنا في المنتدى الدولي صالح الحكمي لا ما نركز فقط على اليومين اللي هو اليوم الأول واليوم الثاني لكن هناك برامج عديدة يمكن الجمهور ما يعلم عنها لكن احنا ناخذ هالمشاركين في انحاء الشارقه نعرفهم على انحاء الشارقه ما فيها ما يعني ما يوجد في الشارقه نعم. هناك البرامج العديده اللي اطلقتها يمكن اماره الشارقه كانت السباقه في طرح القضايا العديده اللي تتهم افراد المجتمع يعني اه يعني على سبيل المثال انا اذكر اخذناهم جوله في المجلس, المجلس الاستشاري في اماره الشارقه كانت برئاسه الدكتوره خوله فانبهروا كانوا يعني كيف ان يعني كإمارة الشارقه تعطي المجال للمراه في هذا المجال لها لها يعني لها دور في قياده هذا المجلس الاستشاري نعم. كان انبهار يعني احنا نشوفه ممكن يعني هاي الحمد لله نعيشها احنا في نعمه لكن الاخر ينبهرون في هذا الجانب يعني حتى اخذناهم زياره في مناطق اخرى في اماره الشارقه مثل خور فكان وكلبه وغيره فكانوا ينبهرون فيقولون فكان يقولون ان احنا يعني ننظر الى الشارقه من منظور اخر جميل. كنا دائما نسمع الشارقه مثلا الكتاب الكتاب لكن هنا اليوم يعني نرى الشارقه تحتضن الطفل تحتضن الشاب تحتضن المراه هناك جماليات اخرى في اماره الشارقه جميل. تعرفنا خلالها من هذه المنتدى ممتاز. فحرصنا ايضا يعني كانت احد البرامج الاساسيه للمنتدى حرصنا دائما في كل عام ننظم جوله يعني في خلال يعني في اماره الشارقه للجمهور يتعرفوا ما بها الشارقه مم. جميل جدا هذه يعني من من الامور المهمه جدا للمنتدى خاصه ان يعني هذه هذه الشخصيات التي تحضر إلى المنتدى دائما ما تكون شخصيات مؤثرة في بلدانها ولها حضورها سواء من خلال يعني حديثهم في في القنوات التقليدية كالتلفاز أو والصحافة أو حتى من خلال القنوات الحديثة دائما ما يكون ردة فعلهم وتجاوبهم مع المنتدى ردود فعل جدا ايجابيه، ربما نقراها نعم لاحقا من نعم خلال يعني تغريداتهم او حديثهم ايا كان هذا اضيف بعد على نعم نقطه يعني اخفيك سرا يعني مثلا احنا انتهينا من هذه الدوره، سنحضر الدوره القادمه اثناء تواصلنا مع المتحدثين الاخرين للدوره القادمه يعني ما نقول لهم المنتدى الدولي الصالح في الامارات الشارقه آه لا زميلنا اللي كان مشارك في هذه الدوره المره اللي فاتت اوصانا بالمشاركه فيه، يعني في ناس من نفسهم بدات تتصل وتشارك في ناس سمعوا عن الاماره الشارقه وحابين انهم يزورونها من خلال ايضا المنتدى والفعاليات الاخرى ايضا التي تقام في الاماره جميل جميل جدا جميل جدا, جدا اذا ما نتحدث يعني عن التوصيات استاذ جواهر وانت اشرتي الى جوانب مهمه منها احدى هذه التوصيات المهمه التي جاءت بناء على المنتدى الدولي للصالح الحكومي والمناقشات التي حصلت فيه تاسيس جائزه الشارقه يعني الاتصال الحكومي هذه الجائزه يعني ايضا بعد ما تم اطلاقها اعتقد انه يعني شكلت يعني اضافه جديده للمنتدى واستطاعت ان تحقق نجاح كبير على المستوى المحلي والعربي لو تحدثينا عن عن هذا الـ الـ هذه الجائزة عفوا، لكن إذا تسمحي لنا أستاذة جواهر أن نأخذ هذا التقرير عن الجائزة بعده نتحدث إن شاء الله عن هذه الجائزة بتفاصيل معك جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تعد الأولى من نوعها عربيا، حيث أنها تسلط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي. وتعمل على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية ضمن هذا القطاع بالدولة والمنطقة العربية والعالم أجمع. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة جائزة الاتصال الحكومي في شهر سبتمبر من عام 2012 كمبادرة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة. ويتم تقديمها سنويا للمتميزين بما يسهم في تثمين جهود المؤسسات المحليه والاقليميه والمجموعات والافراد ودعم انجازاتهم لتحقيق تواصل افضل مع الجمهور الجائزه تضم عده فئات تم توسيع نطاقها العام المنصرم واستحداث ثمانيه اخرى عربيه وعالميه بالاضافه الى تطوير بعض الفئات المعتمده في الدورات السابقه وشملت الفئات المستحدثه فئه صوت المجتمع الخاصه بدوله الامارات كذلك افضل برنامج اعلامي احدث فارقا وافضل منسق للاتصال الحكومي اما على المستوى العالمي فاستحدثت الجائزه فئه افضل صوره اعلاميه للاتصال الحكومي بالاضافه الى فئه افضل استخدام للبيانات وغيرها من الفئات التي تعزز قدرة الجائزة في تطوير منظومة الاتصال الحكومي عالمياً. جائزة الشارقة للاتصال الحكومي منصة محلية إقليمية عالمية تعزز مكانتها بشكل متواصل للارتقاء بثقافة وممارسات الاتصال الحكومي، وتعمل على تفعيل أدوار كافة الفئات الشركة في عملية الاتصال بما يخدم التناغم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام، بعد هذا التقرير حول جائزة الشارقة يعني الاتصال الحكومي نتحدث عن هذه الجائزة. وكيف بدأت وانطلقت واستمرت. الحمد لله يعني مثل ما ذكرنا كانت هي احدى توصيات المنتدى برعايه برعايه كريمه من سمو الشيخ سلطان بن محمد سلطان القاسم ولي عهد اماره الشارقه حفظه الله بانطلاق هذه الجائزه بان تكون جائزه سنويه تحتضن الممارسات المتميزه في مجال الاتصال الحكومي لتكون ايضا هي نموذجا يحتذى به ايضا للاستفاده من هذه التجارب والاطلاع على خبرات ايضا مختلفه. جاء تاسيس هذه الجائزه كانت تقتصر الجهات الحكوميه في اماره الشارقه نبحث عن يعني كان طرح التنافسيه بين الجهات لتقديم الافضل في مجال الاتصال الحكومي كانت تقتصر يعني الاغلب الفئات كانت الى مجال الاعلام لكن تشعبت هذه الجائزه وتطورت بفئاتها الى اصبحت اليوم في وقتنا الراهن على المجال الدولي لا تقتصر فقط اماره الشارقه وإنما خرجت الى الاطار الدولي للبحث ايضا على الممارسات المتميزه على مستوى انحاء الوطن العربي والعالم لاستقطابها ايضا هنا في اماره الشارقه ويتم توثيق هذه الممارسات من خلال ايضا شراكات الدوليه. ممتاز، الان يعني اكيد كان لكم هدف معين من انشاء هذه الجائزه والتوصيه جاءت يعني لهدف معين، شو الهدف بالضبط بالضبط من من عمل هذه الجائزه؟ مشاركه الجهات الحكوميه المحليه العربيه ايا كانت المؤسسات ايضا على المستوى العالمي. الهدف الاساسي انه مثل ما قلت لك هو خلق التنافسيه بين الجهات الحكوميه والجهات الخاصه ايضا الان اتيحت فئات لافراد المجتمع لخلق تنافسية بينهم لتقديم الافضل لتحسين الممارسات وتقديم الافضل في مجال التواصل والاتصال. م. اليوم الجائزه ايضا من اهم اهدافها انها تصبح منبرا دوليا ومنبرا عالميا لاحتضان تلك الممارسات وتعمل على ايضا توثيقها لتكون ايضا المصدر الاساسي لهذه التجارب المتميزه. نقدر نقول ايضا تبرز احيانا بعض الممارسات اللي قد تكون متميزه لكن احنا ما 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 نعرفها او نعم. ما ما ننتبه لها قد تكون احدى الجهات مثلا وزاره او مؤسسه تقوم بعمل تواصلي مهم جدا لكن على نطاق ضيق، نعم. وبالتالي مثل هذه التجارب ربما تبرزها على المستوى نعم. العربي او حتى على المستوى العالمي، صحيح سادة صحيح، جوهر؟ يعني مثلا في بعض الممارسات يعني احنا بعد يعني بعد انتهاء كل دوره من دورات الجائزه يكون هناك استفسارات من بعض الجهات الحكوميه مثلا حابين نتعرف على كيف فازوا؟ مو شرط كيف فازوا، بشو هي اللي فازوا فيه؟ يعني شو اللي خلاهم يفوزون او تفوقوا على ملفنا؟ نعم. يعني هذا نوع من التنافس الحلو لكن بنفس الوقت ان الهدف من السؤال ان احنا نحب نطور او ان نطور المشاركتنا او مش مشاركه المبادره اللي اشتغلنا عليها اللي تكون ايضا هي مبادره متميزه ليحتذى بها نعم يعني يمكننا نعرض بعض الممارسات المتميزه في جهات حقا يعني كانت تشوف ان في انبهار كان في انبهار يعني كنا نشوف في انبهار فيهم ان احنا نريد نطبق هذا الشيء ايضا في مؤسستنا نعم. نحاول ان يكون هذا نموذج راح ناخذه من عندكم ندرسه ليتم تطبيقه في مؤسستنا ففي في بعض الممارسات انت مثل ما قلت يعني تفضلت في ممارسات احنا ممكن نستقطبها انه ممكن تكون هي نموذج يتم تطبيقها سواء داخل المؤسسه او خارج المؤسسه لتعم فائدة وتحسين ايضا الممارسات. جميل جدا. دائما يعني ما شاء الله مشاركه اللجنه المختصه بتقييم المشاركات نجدها يعني من اسماء اعلاميه بارزه ومهمه على المستوى العربي. وربما هنا يعني يأتي تاتي ردود الفعل من المشاركات بان اللجنه شديده احيانا في تقييمها وفي اخذ اراء المشاركات رايك في هذه اللجنه طبعا وجه تحيه للجنه تحكيم جائزه شرقه الصالح الحكومي والله يرحمه كانت برئاسه الاستاذ الفاضل الراحل الاستاذ ابراهيم العابد رحمه الله طبعا هذه اللجنه يعني هي منفصله تماما عن المكتب الاعلامي لحكومه الشارقه واحنا ما لنا دخل ابدا في اختيارهم لكن من خبراتهم ومن معارفهم في مجال الاتصال الحكومي ايضا مجال الاعلام ومن تطلعاتهم ايضا المستقبليه يعملون على اختيار الفائزين لا. ينظرون الممارسات التي فعلا أحدثت تغيير وليس فقط مبادرة عملنا على تطبيقها، إنما مبادرة مصحوبة بتغيير، إحداث نعم. تغيير، إحداث أثر. هناك نتائج يعني نقيس يعني يقيسونها على نتائج، هناك بعض الأمور التي فعلا أحدثت تغيير في هذا المجال، يعني على سبيل المثال مثلا استخدام تويتر على سبيل المثال في من نعم. مؤسسة لمؤسسة يفرق، أو استخدام تطبيق من مؤسسة إلى مؤسسة يفرق. نعم. هنا أحدث تغيير، هنا كان فقط يعني مش مش فعال، يعني كان تطبيقهم حلو بس مش فعال، نعم. هني التطبيق يمكن الناس ما فاهمت لكن فعال احدث تغيير، الحملات الاعلاميه او الحملات الحكوميه التي تنطلق مثلا تغيير سلوك معين، آه في في حملات فعلا احدثت تغيير ملموس، يعني في ردود فعل من افراد الجمهور، التواصل المباشر مع افراد المجتمع، يعني كانوا كانت في شفافيه بين بين الطرفين، يعني يعني كانت سلسله من من التواصل، فهذه الامور كلها ينظرون لها من جانب اخر ومن معيار اخر، ربما مثلا بعض متقدم. لا يعني لا تعلم مثلا غياب بعض الاساسيات لكن نعم. احنا نرد نوضحها في كل دوره ان لابد التركيز على هذا الجانب وهو الاثر حتى في هذه الدوره نحن نركز على الاثر ما س... يعني شو الاثر اللي تركته الحمله شو الاثر اللي تركت التطبيق شو الاثر اللي تركه يعني تواصلكم مع الافراد المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ممتاز جدا لاحظنا المشاركات بالفعل تزيد من قبل المؤسسات العربيه اكثر حتى من المشاركات بما انكم حطيتوا انتم فئات جديده في في هذه الجائزه يعني قبل سنتين اذكر وزاره الصحه نعم. في المملكه العربيه السعوديه فازت فازت بفئه من فئات الجائزه صحيح. يعني كيف وجدتي المشاركات واهتمام الجمهور العربي او المؤسسات العربيه مثل هذه الجائزه الحمد لله يعني يعني الاقبال كبير على الجائزه ومن سنه من سنه مثل ما تفضلت يعني قاعدين نحصل على اقبال اكثر مشاركات اكثر لا سيما ان احنا الان من خلال الدوره الفائته وهذه الدوره عملنا على تغيير بسيط في استراتيجية الجائزة بحيث أيضا نستقبل أصوات أفراد المجتمع تركنا لهم مساحة المشاركة لاختيار بنفسهم الحملات المؤثرة والأشخاص المؤثرين أيضا في حياتهم في تغيير سلوكياتهم في تغيير نمط حياتهم أيضا الحملات الحكومية التي عملت على تغيير تفكير معين خلق ثقافة جديدة فكل هذه الأمور ننظر إليها من هذا الجانب لاختيار الفائز الذي يعني نعمل على توثيق هذه نعمل من خلال على توثيق الممارسة طيب سادة جوهر اذا تسمحي لنا ان نتابع هذا التقرير وفيه بعض الشهادات من بعض الشخصيات المشاركه في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي اذا تسمحي لنا. نتابع واياكم. هذه الجائزه حصلت عليها اداره الاعلام والاتصال المؤسسي في وزاره العدل. بالمملكه العربيه السعوديه وهذا مما اسعدنا ووضع ايضا معايير عاليه للمستقبل للوصول لمستويات اعلى، ومثل هذه الجوائز بالفعل ترفع من التنافس الايجابي، وايضا ترسخ وجود معايير وسياسات واجراءات لدى العاملين في ادارات الاعلام والاتصال المؤسسي في الجهات الحكوميه في العالم العربي هذه الجائزة تعتبر من المبادرات القليلة في العالم العربي لم تكن الوحيدة ولذلك تكمن أهميتها الكبرى والأكيدة في استمرارها وتقديم مزيد من العطاءات للجهات الحكومية في العالم العربي فنشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تبني جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام نعود لك يا أستاذ جواهر النقبي الان نحن في في عام 2020 كانت طبعا سنه صعبه من ناحيه التواصل دعينا نقول خاصه مع انقطاع وسائل السفر، المطارات، الطيران الى اخره، بحكم وجود الجائحه ايضا مناحي من الاقتصاد تاثرت بشكل كبير. وبالتالي كان هناك يعني قنوات جديده فتحت من خلال الاتصال المرئي، الاجتماعات عن بعد، كل هذه الاشياء يعني طرحت بشكل جديد وبرؤيه جديده بفضل وجود هذه الجائحه ربما من من ايجابياتها القليل هذه الجائحه فهل سوف تكون ان شاء الله السنوات القادمه او دعينا نقول الدورات القادمه تركز على هذا الجانب المرتبط بالتواصل عن بعد وبالتقنيات والتكنولوجيا الحديثه؟ ان شاء الله يعني احنا يعني مثل ما تفضلت لك احنا دائما يعني نشوف ما ما يعني ما ما يواكبه العصر او ما يواكبه الزمان فهذا جانب من جوانب ان شاء الله اللي سيتم التركيز عليها ان شاء الله في الدورات القادمه للمنتدى. ايضا الاستفاده من هذا الدرس يعني استفاده من هذا هذه الجائحه والله يفكها ان شاء الله ويزيلها عنا وعن الامه جميعين يا رب وعن العالم ان شاء الله ايضا يعني احنا بدينا اصلا نستفيد من هذه التجربه في طرح ايضا مثل ما تفضلت اللي هي البرامج التدريبيه كانت عن عن طريق الاتصال المرئي او البرامج الذكيه وان شاء الله يعني راح تكون يعني هي تجربه ان شاء الله استفدنا منها الكثير طلعنا فيها من افكار كثيرة يعني أعطتنا افكار كثيره نعم. للاستفاده منها وطرحها ان شاء الله في منصات المنتدى السنوات القادمه جميل جميل جد جدا دا. الان هذا يعني هذا المنتدى كان السنه الماضيه تحدي بالنسبه لكم يعني كان مع بدايه الجائحه ولكن استطعتم ان يعني تنطلقوا بالمنتدى نعم. وبفعالياته أه هل لديكم الخبره المناسبه وإن شاء الله, الله. والاستراتيجيه الواضحه لإنجاح هذا المنتدى إن القادم ان شاء الله ان شاء الله هو دائما يقول لك يعني ان تصنع من التحدي فرصه أو من المشكلة فرصة هذه الفرصة تأخذك يعني إن شاء الله لأبعد يعني دروب النجاح بإذن الله يعني إحنا هذا التحدي يعني الحمد لله كانت كنا يعني كان فيه تخوف. في تخوف صراحة الأخ في كاميرا إن المنتدى كان يب في وقت المنتدى وقت تفشي فيروس نعم كورونا لكن الحمد لله يعني أخذنا كافة الإجراءات الاحترازية والحمد لله يعني يعني كان الجميع متفهم الأمر والحمد لله يعني ما وقفنا الأمر لا لكن مشينا في الأمر بتحدي وبعزيمة. واحنا دولتنا دائما تعلمنا يعني حريصه ان احنا ما نوقف عند عند او عند المشكله لازم ندخل في المشكله ما نترك المشكله لا ندخل في المشكله ونحل المشكله ممتاز ونربط الاساسيات اللي في المشكله عشان احنا نطلع على سطح المشكله ونكون احنا غلبنا وانتصرنا على هذه المشكله ممتاز ممتاز الان اذا ما نتحدث في الاخير استاذه جوهر عن الاستراتيجية القادمة أفكار جديدة مبادرات جديدة هل لديكم شيء من هذا القبيل؟ إن شاء الله سيتم إعلان عنها إن شاء الله في الفترة القادمة يتم الاعلان عن الدوره القادمه ان شاء الله باذن الله يعني قريبا عن جائزه شرق الاتصال الحكومي ونفتح باب التسجيل فيها وايضا عن المنتدى والفعاليات القائمه من خلال المنتدى ان شاء الله وايضا سنعلن عن البرامج الاساسيه اللي راح يتناولها المنتدى ان شاء الله بدورة القادمه استاذه جوهر هناك ايضا لديكم مبادره يعني شاركتم فيها واطلقتموها وهي مبادره حديث الاتصال الحكومي حدثينا عن هذه المبادره آه نعم هاي المبادره آه يعني مثل ما يعني بلغتكم سابقا ان احنا نعمل يعني آه من خلال المنتدى ايضا نستحدث برامج جديدة تكون برامج أساسية في المنتدى منها اطلاع أيضا الجمهور المتوافد لإمارة الشارقة أو المشارك في إمارة الشارقة لهذا الحدث على الجوانب الأخرى في إمارة الشارقة نعم. استحدثنا هذه المنصة كانت إحدى الفعاليات المصاحبة للمنتدى بدورته السابقة بحيث يعني استقطبنا عدد من المتحدثين من إمارة الشارقة في جوانب مختلفة منها رياضة المرأة منها القيادة العامة لشرطة الشارقة منها أيضا المشاريع الاستثمارية كانت مع شروق نعم. كانت هناك مجالات متنوعه بحيث نستقبل المتحدثين في هذا المجال انهم يعرضون تجارب اماره الشارقه في هذا الصعيد لايضا تعميم تجربه الشارقه في مجالات متنوعه على حضور او على المتحدثين والمشاركين في فعاليات المنتدى لاعطاهم ايضا يعني نبذه ما تفعله الشارقه ايضا من برامج اخرى متنوعه يعني الحين هذا تخدم حديث ثقافة. الاتصال عفوا استاذه جواهر حديث الاتصال هذا فقط في فتره المنتدى ام على مدار العام هي انطلقت يكون؟ في منتدى شرق إتصال حكومي ونحن نعمل على يعني بين فتره وفتره خلال العام على ايضا يعني ايجاد نوع يعني او تجربه متميزه ايضا في الاماره ليتم تعميمها على المستفيدين او الحضور المشارك معنا في هذه الدوره على مدار العام ممتاز ممتاز الان اذا ما نتحدث عن المنتدى دائما عنصر الشباب مهم جدا في في بناء المجتمعات، في بناء المؤسسات، أيا كان. نعم. كيف هي مشاركة الشباب في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي؟ وخاصة مع وجود يعني دائما شخصيات كبيرة قد تكون لديها الخبرات الطويلة في الحياة. العنصر الشاب مهم في مشاركاتهم هل تدعون مثل هذا الجانب ونصب عيونكم في في المنتدى؟ نعم منذ انطلاق المنتدى تم تاسيس مبادره الكرسي الاخضر، هذه الكرسي الاخضر مبادره خاصه بطلب بالطلبه والشباب بشكل عام <applause> من خلال مشاركاتهم المنصات الاساسيه للمنتدى لطرح افكارهم وارائهم ايضا محاوره الضيوف للاستفاده من تجاربهم. ومن ثم ايضا انتقلنا لاستقطاب الشباب في كتاباتهم تعاون مع المؤسسات الاعلاميه المحليه في دوله الامارات ونشر ارائهم في الصحف الرسميه للدوله ممتاز. وايضا استق... يعني لان الشباب دائما ننظر لهم انهم يعني مستق... روح المستقبل نعم. او هم المستقبل لدوله الامارات او حتى في المؤسسات الحكوميه مجال التطوير الفكر النير المتطور الفكر الجديد ايضا واخفيكسر نحن دائما ايضا نحرص على الاستفاده من مشاركاتهم في المنتدى نعم. بالتعاون مع المؤسسه الشبابيه المؤسسه الاتحاديه الشبابيه مشكورين دائما في كل عام يعني يعني نستهدف العديد من الشباب وما يقصرون معنا يعني نتيح لهم منصه خاصه بهم من خلال الحوارات ومن خلال المشاركات ولا في ناخذ نحن من توصياتهم ايضا لعرضها والاستفاده منها ايضا في تطوير المبادرات والحملات والبرامج التطويريه اللي تخدم مجال الاتصال الحكومي. ممتاز جدا لما تحدثتي في بدايه الحلقه أستاذ جواهر عن موضوع التدريب والمراكز التي لديكم في هذا الجانب هل لديكم تعاون معين مع الجامعات الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية ربما المتحدة ومنها الجامعة الأمريكية مثلا بالشارقة جامعة الشارقة خاصة لديهم أكاديمي متخصصين وعلى مستوى عالمي دعينا نقول في هذا المجال نعم نعم بلا شك احنا يعني تعاوننا مستمر دائما مع الجامعات المحليه سواء في اماره الشارقه وايضا على مستوى الدوله هناك تعاون مستمر مع جامعه الامارات مع جامعه الجامعه الامريكيه في الشارقه ايضا جامعه الشارقه جامعه عجمان جامعه زايد هناك العديد من الجامعات يعني نعمل على بتعاون مستمر معهم نعم. خاصه لسيمه في برامج التدريب للطلبه وايضا عملنا على تاسيس لجنه منفصله للمركز الدولي للاتصال الحكومي هي اللجنه الاكاديميه نعم. بدور هذه اللجنه الاكاديميه تضم مجموعه من الاساتذه والدكاتره الافاضل نوجه لهم تحيه ان شاء الله يعني نكون يعني شاكرين لهم جهودهم الطيبه معنا في مثلا الاصدارات الاكاديميه الخاصه في برامج الاتصال الحكومي وايضا الدورات الاكاديميه في الدورات اللي نطرحها سواء للممارسين الاتصال الحكومي ايضا وطلبه الجامعات ان شاء الله الدوره الجايه بتكون شهر ثلاثة؟ آه ان شاء الله سيتم اعلان عنها قريبا, قريباً ما يعني, يعني ما ما بطلع لنا شيء في البرنامج <applause> ان شاء الله راح يتم الاعلان عنها قريبا ان شاء الله المؤتمر الصحفي إن, ان شاء الله بالتوفيق بالتوفيق استاذه جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي بالمكتب الاعلامي لحكومه الشارقه شكرا جزيلا لك على هذا الحوار المرتبط بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة ومدى التطور الذي حصل له على مدى السنوات الماضية فنتمنى لكم التوفيق في الدورة القادمة وكلنا حقيقة شوق خاصة في مجال الإعلام والاتصال للأسماء الكبيرة التي سوف تحضر وما ستناقش في تلك الجلسات شكرا لك أستاذ جواهر شكرا لكم شكرا لكم وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.